النوبلي الفريق العراقي أو الفريق الإيراني هكذا يتقدم على الفريق الفلاني. هذا فقط كأنما هو اعتزاز. إذن فالمصلحة تقتضي بالولاية أن أجيزه ولن أجيزه إلى أن أدخل في التراب، لأنها على الإطلاق أوهام وخيالات فاسدة وسفهية ليست أكثر من ذلك، وإنما هم شنو أيضا متبنيها أيضا للجهة الاقتصادية خالصة. هل الدرهم والدينار الذي يؤخذ من المشجعين ومن المتفرجين هو الذي عمدة أوروبا وأمريكا وروسيا والعراق وسوريا ولبنان وإيران كلها منها؟ ليس أكثر من ذلك، وليس للرياضة شيء إلا لمجرد التجارة البطون الجائفة والظالمة والمتطرفة والمخالفة لكل المصالح الاجتماعية والعقلائية والدينية أيضا، ليست أكثر من ذلك. فمن هذه الناحية معناته أنه يلعبوننا ويخلونا نقمز ونطبل عيدنا ورجلنا ورأسنا ونصيحتنا وتخريجنا من أجل مصالحهم التي هي شنو؟ هي عين الشيطان، بل هي الشيطان، بل هي أشد من الشيطان. ما إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. حبيبي سلام الله على الأنعام التي لا تؤذي أحدا، وسلام الله على الوحوش التي تأكل الناس لجوعها، أما هم يأكلون الناس بعد شبحهم وبعد لأجل ثرائهم ولأجل مصالحهم العجيبة الغريبة الباطلة.